فاضل في كل مكان، سلام الله عليكم. رحمة منه تعالى وبركاته، وسعد الله مساءكم بالخير واليمن والمسرات ضمن هذه الانطلاقات المستمرة ضمن هذا السباق المحلي السابع الذي نشهد نحن وياكم هذه المرحلة الثانية وانطلاقة سن اللقاية في هذه الفترة المسائية، انطلاقة شوطنا الخاص باللقاية القعدان شوطنا السادس ومقدمة الشوط المركز الأول. نتابع في هذه اللحظات المهندس لعلي بن فهد السهران ينطلق في هذه اللحظات المركز الأول، بينما المركز الثاني النقلو الدور إلى الرسمي ومبارك بن محمد بن حمد المري حاضر في هذه اللحظات يقدم لنا حضور الرسمي، بينما المركز الثالث الأسماء الحاضرة حامل الرقم 2 يصل سهيل للحميدي بن راشد بن علي الحميد المقارح. المركز الرابع أيها المتابعون الكرام من الجانب الأيمن سياف متعب بن عبد الله بن راشد ألف عيدان المري. خامسا واختم به النداء الحاضر شمروخ سالم بن حمد بن سالم بن هدفة يصل في هذه الأثناء. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى للأسماء الباحثة عن الناموس الغالي. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام يا سلام، هذا المساء الجميل، هذا المساء المغاير، نشهد هذا السن المميز، سن اللقاية وحضور هذه الشعارات المميزة. القائد للمسيرة يحضر المهندس، بدأ بالتكنيك، بدأ بالهندسة علي بن فهد بن علي بن سعيد السفران الحاضر في هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني حامل الرقم 2 يحضر سهيل الحميدي بن راشد بن علي المقارح، بدأ بالحضور واسمه يقدم لنا انطلاقته. هنالك سهيل، سهيل محاضرة في هذه الأثناء بدأ ينطلق بحضوره الممتاز. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الثالث حامل الرقم 1 الرسمي مبارك بن محمد بن حمد المري يحضر في هذه الأثناء. المركز الرابع أتابع الحضور يحضر وينطلق مذهل أول ندى لشعار المعاضيد علي بن راشد بن علي المعاضيد الحاضر في هذه اللحظات. المركز الرابع. المركز الخامس يا مخرجنا عطنا النقل والدور، دور المركز الخامس مشكور يا ركان على هذه المتابعة. الحاضر سياف متعب بن عبد الله بن راشد ألف عيدان المري. أكد هي النتيجة للخمس المراكز الأولى الأسماء الباحثة عن ذلك الناموس الغالي. العودة إلى المهندس، العودة إلى هذا الأداء، أداء مميز بأريحية تامة ما شاء الله تبارك الرحمن. انطلاقة المهندس علي بن فهد بن علي السفران ينطلق على المركز الأول على البداية الأولى بهذا الأداء الممتاز، ولكن دير لبالك حضر سهيل بدأ يسهل المهمة في هذا الشوط لنيل الناموس الغالي. حاضر سهيل الحميدي بن راشد بن علي المقارع الحاضر على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الحضور الانطلاق من قبل مذهل علي بن راشد بن علي المعاضيد يقدم لنا مذهل في شوط مذهل ما شاء الله من خلال تواجد هذه الأسماء. المركز الرابع أتابع الحضور اللي وصل في هذه اللحظات حامل الرقم 1 شعار الرسمي يبدو لمبارك بن محمد بن حمد المري بالفعل، ولكن العودة إلى المهندس وأداء المهندس. يا سلام يا سلام، حضرت الأسماء في هذه اللحظات. القادم 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 وصل وانطلق شعار مذهل يا مذهل علي بن راشد المعاضيد، ووصوله كذلك سهيل الحميدي بن راشد بن علي المقارح، ولكن المهندس بأدائه، المهندس بانطلاقته الجميلة على المركز الأول إلى هذه اللحظات ما زال صامدا على المركز الأول
باقي الشوط يبغي الناموس. هنالك مع المضايقة التي تحصل من قبل انطلاقة مذهل علي بن راشد المعاضيد، ولكن انطلاقة في هذه اللحظات اللي على المركز الأول شعار هنالك المعاضيد، هنا من ينطلق على المركز الثاني، المركز الثالث الرسمي حاضر مبارك بن محمد المري، ولكن انطلاقة المهندس علي بن فهد بن علي السفران على البداية على المركز الأول. بدأت الأسماء بالاقتراب، ولكن ما شاء الله على المهندس، ما شاء الله انطلاقة موفقة، بدأ بالابتعاد عن البقية هنالك مع الخمسمية متر الأخير النهائية بعدما تجاوزنا هذه اللائحة الأخيرة، والمهندس قائد للمسيرة يحضر بشعار علي بن فهد بن علي السفران على المركز الأول. عصاب بطانة عرض تلقائي أداء مميز، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلق المهندس، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سلام يا راعي المهندس، سلام علي بن فهد بن علي السفران بطل هذا الشوط بهذا الأداء المميز. وكما تشاهدون هذه لحظة وصوله وانتصاره في هذا الشوط، يعني ألف مبروك بطل هذا المهندس علي بن فهد السفران. المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني مذهل علي بن راشد المعاضيد، المركز الثالث والرابع والخامس، انتظرنا احنا وياكم لنعطي كل ذي حق حقه، ثاني والناموس على فوز المهندس وشعار المهندس علي بن فهد السفران بطل هذا الشوط بهذا الأداء المميز بعدما ابتعد عن بقية المشاركين، وانطلاقا ينتزع هذا الناموس بأريحية تامة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه لحظة وصوله كما تشاهدون أيها المتابعون الكرام، المهندس علي بن فهد السفران، توقيت الزمني 7:41 58 جزءا من الثانية، ثاني الناموس المركز الثاني. المركز الثاني حل شعار مذهل علي بن راشد المعاضيد 7:47 27 جزءا من الثانية، ثاني الناموس لعلي بن راشد المعاضيد. المركز الثالث شعار سيل الحميدي بن راشد بن حميدي المقارع 7:48 30 جزءا من الثانية. المركز الرابع شعار طلب للسعيد بن عبد الله من حضر. المركز الخامس حمد بن راشد بن صفوت.